أصبح تدخين السيجار من علامات الثراء والأناقة، بل والخصوصية، فيلجأ الكثير من الناس إلى تدخينه لكي يشار إليهم بالأصابع أنهم يختلفون عن باقي الأفراد المدخنين للسجائر لغلو ثمنه وما يضفيه من بهاء وسمو لشخصيتهم كما يعتقدون. التقينا بعلي اللامي صاحب محل بيع السيجار، تكلم عن بدايته وأسعار السيجار المرتفعة وكيف يتم المحافظة عليه بغرف خاصة. سيجار قسمين، القسم الأساسي أن الضريبة عليه عالية وفاضي ترفع من سعره 100% بالكويت، وممكن راح تصير بيشرعونها ل 200%، وهذا راح يرفع سعره إذا بعشر دنانير راح يصير سعره 20 دينار يعني. النتيجة الثانية أن السيجار كل ما يقدم كل ما يغلى. في سيجار يوصل بدايته يوصل 200 دينار البوكس، بعد فترة من الفترات يصعد يصير 4000 و5000 دينار لندرته. أولا راح يكون كمية قليلة، ثانيا كل ما يقدم كل ما يغلى. أنا أول شيء ما أشجع على التدخين، وإحنا دائما أنا لما أكون قاعد مع ناس أنا ما أوجه كلامي حق شخص جديد بيدخن السيجار، أنا أتكلم مع مدخنين السيجار. إحنا دائما نقول تدخين السيجار على الحل أورجانيك ما في مضرة إذا ما تأخذ الدخان على صدرك. ما في إثبات رسمي يقول لك السيجار يسبب لك أذى معين إلا إذا أنت تعاملت معه غلط. وهنا في الكويت أصبح تدخين السيجار مثل الموضة، يدخنونه لمجرد التجربة وليس إعجابا به كما يقولون بالعامية الهبة. الكويت كثير الهبات فيها، السيجار بالكويت صار له أكثر من 70 سنة، في مدخنين ثابتين وعارفين يتعاملون مع السيجار. الفترة الأخيرة نتيجة السوشيال ميديا دخلت شريحة اللي هو 25 و23 و24 في تدخين السيجار، بس هذول تدخين وقتي راح تروح وراح يظل المدخنين الثابتين اللي يعرفون السيجار ويتعاملون معه. أما بالنسبة هل السيجار هو اللي يعتبر برستيج؟ في بعض الناس يعتبرون السيجار برستيج، بس أنا دائما أقول السيجار عمره ما يرفع من قدرك، أنت ترفع قيمة السيجار. لذلك يوجد نفيخة للسيجار ويوجد مدخنين سيجار يستمتعون فيه. السيجار يعتبر على الحل أورجانيك مثل ما نقول، حشوة وبايندر ورابر، تأخذ من المحل يتم بقطع لك ويتم بتوليعه. السيجار ما ينكن ما يتجوف ما تأخذه على صدرك نفس الزقاير. وإحنا من فترة قمنا بحملة نقول لا تكن سواء سجاير ولا سيجار، لأن ما في فائدة تأخذ الدخان على صدرك، الاستمتاع فقط عن طريق الفم والأنف. وهذه نصيحة أقدمها لكل من يدخن سجاير أو سيجار، لا تكن السيجار ولا تكن الزقاير. رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من أضرار التدخين، إلا أن هناك الكثير من مدخني السيجار الذين يدفعون الكثير من الأموال لحرق سيجار يكلف أكثر من 7000 دينار. فهد زايد لقناة ATV العدالة.